بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم
والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من الأجداث سراعا
يعرضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة